إذا رأيت الرجل عنده تلون، ليس له منهج واضح، يسير حيث صارت أطماعه، وكما قلت لا ينظر إلى أي شخص وإنما تنزل عليه هذه القواعد، إذا رأيت الرجل عنده تلون ليس له منهج واضح يسير حيث سارت أطماعه وله أتباع ينعقون خلفه فإنه وهم أصحاب هوى. قال الإمام البربهاري في شرح السنة، قال: وكل بدعة إنما ظهرت من الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق ويتحركون مع كل ريح. والله جل وعلا قال: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال: وهؤلاء هم علماء ودعاة السوء، أصحاب من؟ أصحاب الطمع في الدنيا، أصحاب الطمع وأصحاب البدع.